السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. معكم زكية الفيري من قناه ويتزاكي ناس. قبل ما نبدا في وصفه اليوم، كنحب نشكركم بزاف على التعليق ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. ما تصوروش شحال كتفرحني. الناس اللي التحقوا بيا لاول مره، مرحبا بكم. كنتمنى تسجلوا في القناه ديالي الا باقي ما تسجلتوش، وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وصفة اليوم ان شاء الله هي عبارة على بسكوي ديامونتي. بسكوي اللي هو سهل جدا، ووصفة المعتمدة ديالي اللي ديما كنستعملها صراحة، لانها بسيطة، كتحضر في وقت قياسي، والمكونات ديالها متواجدة في كل بيت. نبداو على بركة الله ان شاء الله في المقادير. غادي نحتاج الفواكه المعسلة ولا لي فروي كونفي، تقريبا نص علبة. هنا مقدار ديال جوج معالق كبار ديال زيت المائدة. هذا سنيدة او سكر حبيبات فقط للتزيين في الاخير، يعني ما غاديش كيفاش غنقول، ما نقدرش نعطي لكم الكيمياء. هنا بياض بيضة غنحتاجوها حتى هي في الاخير. هنا نص معلقة ديال القرفة، نص معلقة ديال سكنجبير او زنجبيل البودرة، وقبصة ديال الملحة، 160 غرام ديال سكر بودرة او سكر غلاسي، جوج بيضات، وهنا 250 غرام ديال مارغارين او زبدة. انا النوع اللي استعملت ديال اللذة. نبداو على بركة الله بأول حاجة اللي هي الزبدة. خاص تكون ضروري درجة حرارة المطبخ، كنخدموها مزيان. وغادي نخدموها هنا مع سكر غلاسي. ملي كتكون الزبدة في درجة حرارة المطبخ، كتكون سهل علينا أننا نخدموها. غادي نضيف الزيت، في هاد المرحلة ملي كنضيف الزيت كتجيني ساهل صراحة، كتولي كطوع ليا العجينة. غتشوفو معايا أنها سهلة بزاف، والمذاق ديالها كيجي كروكون. غادي نضيف في هاد المرحلة الملحة، سكنجبير، أو القرفة، وفي نفس الوقت هاد جوج بيضات اللي كيكونوا بدرجة حرارة المطبخ. غادي نضيف دابا الفواكه المعسلة. هنا من بعد ما خدمتها مزيان، غادي نبدا نضيف الدقيق. سمحوا لي كنت لقيت راسي خارجة على لو بلان ديال التصوير. بالنسبة للدقيق تقريبا غادي نحتاج واحد 600 غرام، ولكن طبعا كتشوفوا على حساب الدقيق، نوعية ديال الدقيق، لانه كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي لا. فكتبقى بشويه بشويه كتضيفوا الدقيق. الناس اللي ما عندهمش مع التوابل، يعني سمحوا لي انا ما حددتش بالضبط الكميه، قلت هي نص معلقه، فهي نص معلقه صغيره ديال السكنجبير. ممكن ديروا حتى معلقه صغيره، ماشي مشكل، و نص معلقة صغيرة ديال القرفة. في بلاصة التوابل أنا بعض المرات تندير هاد البسكوي بلاغون ديال الليمون أو الحامض، تيجي غزال عوض التوابل. غنبقى مستمرة بحال هاكا و غنجمعها حتى نجمعها و نرجع معاكم باش نوريكم كيفاش غادي تكون، ومن بعد نخدمها حرابل.
دابا من بعد ما قديت العجين الدقيقه ما احتاجتش الكميه الدقيق كامل، خاصكم تاخذوا بعين الاعتبار حتى البيض، حيت الا كان البيض صغير غادي تاخذوا غادي تحتاجوا كميه اقل من الدقيق، وإذا كان كبير طبعا غادي تحتاجوا الكميه اكبر، وثاني على حسب الدقيق واش كيشرب ولا لا. غادي دابا نبدا نقطع باش نديرهم حرابل، وغادي نوضعهم ان شاء الله في المجمد، غنشوف هو الاول شحال غادي نحتاج ليه باش يكونوا ليا قد نفين المونتاج. واحد الحاجه نسيتها الا وهي الخميره، اهم حاجه الخميره، غادي ديروا نص باكيه ديال الخميره كيماويه، انا كنستعمل ايديال هي اللي كتعجبني صراحه، يعني تقريبا 4 غرام باش كيبقى الشكل ديال الديامونتين زوين. هكا دونك هذا هو العبار اللي بغيت على حساب الفيل المونتير. هذا الشيء تيفكرني في واحد الحادثه، واحد لانيكدوت طرات ليا في المدرسه فاش كنت في الثانوي، هاد القضيه ديال انني نسيت الخميره. كنا متفقين اننا نديرو واحد الخرجه انا ومجموعه ديال الاصدقاء، كانت عندنا واحد الكليك وكنا فكرنا اننا نخرجوا، قلت لهم ها مرحبا كل واحد اشنو اقترح، كاين البنات اللي قالوا يجيبوا القهوه، كاين اللي بغى يجيب لي كرواسون، انا قلت لهم المهم نجيب لكم حلوه ونصبها بيديا يعني، وهما طبعا عارفين يعني الحلويات، فرحبوا بالفكره. صافي خديت واحد الوصفه ديال الوالده ديالي وصوبتها ومشيت، وما عقتش بلي راني نسيت الخميره. ايوا مشيت، المهم اللي بدا اللي داق الحلوه كيبقى يشوف الاخر وعيد، وانا كنتهضى كل ثقه في النفس يعني، ماشي شي شخص اللي يلاه بدا في الميدان وكيصاوب الحلوه، لا انا راه كنت تقريبا راه من لاج ديال 12 عام وانا باديه في هذا الشيء ديال الحلويات، وكنتسنى الكلمات المدح والشكر كيشوفوا في بعضياتهم، تنقول لهم مالكم، كيقول لي الله يا زكي الله واش بغيتينا نحيدو شي ضاسة، ويلي كنقول لهم علاش، كيقول لي راه قاصحه شويه، بداو كيضحكوا ما تيقتش، كنقول لهم لا ما يمكنش، ملي ذقتها صدمت وبقى فيا العال وما عجبنيش الحال، وكنت كنتظر زعما واحد غادي يكون واحد الاعجاب الحلوه ديالي، وغادي ما عرفت شنو كنت كنتظر، واحد رده الفعل. ملي رجعت للدار هي تقول لي ماما اما نظرة عجباتهم حلوه، قلت لها والله يا ماما شمن عجباتهم ما عرفت والو راه جات قاصحه، قلت لي ما يمكنش، قلت لها والله، هي تقول لي بنيتي، وبقات كتراجع معايا المقادير، درتي هادي درتي هادي، شويه ديال طن في الماء، قالت لي درتي الخميره، قلت لها اه، قلت لها لا الخميره، قالت لي وي بنيتي راه الخميره اللي كترطب الحلوه، الا ما كانش مثلا فيها كميه ديال الزبده بزاف راه الخميره بنيتي اللي كترطب الحلوه. ايوا وانا من تما وليت كنرد البال هاد المسألة، واخا اليوم نسيت ولكن الحمد لله داك الامر. صافي كنبقاو مستمرين تنكملو هادشي، انا نسيت راسي في الهضره، كنبقاو مستمرين في هادشي، كنحطوه في الكونجيلاتور مده ديال ساعه، ومن بعد غادي نرجع معكم باش تشوفوا كيفاش غادي ندير له هاد البيض ديال البيض والسنيده. دابا من بعد ما خرجناهم من المجمد كنحاولوا نزولوا لهم الفيلم اليمونتير، هاد العمليه شويه نحطو معاهم الخاطر حتى كنحيدو،
النصيحة اللي غادي نعطيكم هي انه ملي تكونوا تخدموا فيهم ما خاصكمش تخرجوا بزاف. يعني انا غادي نخرج دابا غير جوج وغادي نخرج جوج حتى كنقطعهم عاده باش كنخدم في الاخرين لانهم دغيا تيطلقوا. ما عرفتش واش دابا انايا في لو بلان دو طرافاي لانه بدلت الطريقه ديال الخدمه انني كنخدم ب كنت كنخدم بالسيلفي كنعرف راسي اشنو دايره. ايوا دابا ما عرفتش راسي كيفاش واش انا كنبان ولا لا. يعني عذروني كندير البيض ديال البيض بحال هكا مزيان باش تلصق لي عليه هاد سنيده. سنيده ممكن ديرو تخلطو معاها حتى فاني تيجي زوين بحال هكا. دابا كنشد هادي ياسين كانت عندي في الفريغو و تقسمات غنبدا من هنا شي مشكل و غنبقى نقطع غير بشوية هاد القطر و غنوضعهم في البلاطه ديالي. غيكونو تقريبا مباعدين بهاد الشكل لانهم باقي كيكبارو باش حنت غادي يلصقو لينا الا خليناهم حدا بعضياتهم بزاف. غنستمر بهاد الطريقه حتى كنكمل ان شاء الله. دابا ساليت البلاطة ديالي غندخلها ان شاء الله للفران. الفران يكون مسخن من قبل طبعا ويكون على درجة متوسطة حتى مهيلة. المهم ما تكونش مجهدة ملي ندخلوا ليها البلاطة ما تكونش الحرارة مجهدة. غنديروا ليها بحال الشكل ديال الطياب ديال الصابلي. نرجع معكم من بعد ملي تطيب الحلوة وتشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي. خرجتها من الفران كما كتشوفوا كتجي رائعه وخصوصا هاد الخاتم اللي داير بالبسكوي بالديامونتين تيجي رائع. يمكن واقيلا هذا هو الاسم اللي الاسم ديال ديامونتين واقيلا جا من هاد الشكل ديالها داير بها سنيده كنظن هذا هو الاصل ديال الاسم. كتجي رائعه مقرمشه صدقوني غير جربوها. وكما كتشوفوا يعني المقادير سهله اقتصاديه في متناول الجميع وبسكوي اللي كيجي لذيذ ومقرمش وممكن ديروا لوليداتكم وتحتفظوا به في دي بواط ارميتيك اللي ما كتدخلش الهواء باش كيبقاو محافظين على القماشه ديالهم. غادي نمشي دابا نحطها في انيه التقديم ونرجع معكم ان شاء الله. الحلوه ديالنا هي هذه كتجي على هذا الشكل بسكوي ديامونتين. كنتمنى الوصفه تكون راقتكم وتجربوها وتغدو عليا الخبر. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ليه لايك وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم الفائده وكذلك باش تكبر القناه ان شاء الله وتزيد لقدام. هادشي كيفرحني بزاف. الناس اللي جداد مرحبا بهم. كنتمنى انهم يتسجلوا في القناه ديالي ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكل ما هو جديد. في انتظار الفيديو القادم اخواتي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.